هذا وتستغرق زيارة ولي العهد إلى مصر ثلاثة أيام وفقاً لما ذكرته الرئاسة المصرية حيث يلتقي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن الزيارة تؤكد على أزالية وعمق العلاقات التي تربط بين المملكة ومصر وأضافت أن كل من مصر والسعودية امتداد طبيعي للآخر من الناحية التاريخية والبشرية والسياسية. واوضحت رئاسة المصرية ان زيارة ولي العهد تستهدف تعزيز العلاقات الثنائيه في مختلف المجالات وتنسيق المواقف تجاه عدد من القضايا الاقليميه والدوليه